ايه رأيكم حبايب الحلوين؟ عملنا تخزين المانجا بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا كذا نوع من المانجا، مش الزبدة الاسماعيلاوي، لا عملنا انواع تانية مختلفة طعمها روعة روعة في العصير يا بنات. وعملنا عصير مانجا من غير مانجا، تابع معايا الفيديو وان شاء الله تعرفي الانواع المانجا اللي احنا عملناها، وتقعد عندك سنة كاملة من غير ما تسود منك ولا طعمها يتغير. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش اختك في الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعينا الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، وصلوا على النبي حبايب الحلوين. قبل ما نبدأ اي حاجة ان شاء الله النهاردة بقى احنا هنخزن المانجا، بس احنا مش هنخزن المانجا الزبدية اللي هي الاسماعيلاوي صراحة، يعني انا عايزة حاجة جديدة، حاجة طعمها حلو، حاجة اجمل واحسن من الزبدية. في انواع كذا نوع دي صراحة انا مش عارفة الانواع، ممكن بقى حضرتك تعرفنا على الانواع دي؟ الأنواع ديت اللهم صل على النبي ديت عويس، تمام، وديت صديقة، تمام، وديت سنارة، ماشي، وديت دبشة. دبشة ودي حلوة في التخزين؟ دي تقطع طرنشات صلاة النبي عليها، والمخد الجميل بقى المانجا اللي هي كلها لحم، الحاجة النظيفة أوي ديت مانجا بصل، وديت بصل على النبي كده مانجا ناعوم، تقطعي منها بالسكينة ولا تقولي لي زبدة ولا تقولي لي أي حاجة، وكل ده كله لما يبقى بطعم واحد يديك أحلى طعم. ودي اسمها ايه؟ ناعوم برضو، برضو؟ حاجة بس ايه، بس تقطعي منها بالسكينة ولا نقاية ولا شعرة ولا أي حاجة، حاجة صلاة النبي يعني دي عليها. احلى من الزبدية؟ هو الزبدية في ناس مدمنة زبدية وبتحبها، وديت بس دي أفضل من الزبدية بصراحة يعني، بس هي أذواق والله بقى ايه، كل واحد وذوق. وذوقه. احنا بقى نسمي بسم الله ونعمل تخزين المانجا دي. هنعملها يعني هنقطع منها مكعبات وشرايح، وهنعمل منها كده. انا عندي احسن تخزين للمانجا ان انا بحطها بغسلها كويس وبحطها في كيسة، دي بقى نعمل منها اي حاجة انا عايزاها، بس عشان ما عنديش مكان في الفريزر هنقطعها مكعبات ونحطها في العلب بتاعتنا ونسمي بسم الله بقى ونبدأ. وكده بقى يا حبايبي الحلوين احنا هنقشر المانجا بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله كده، بالراحه كده بالراحه. اللي القشر ده انا مش هرميه، هنستغله برضو، اوعى كتير من اي حاجه. هحطه دلوقتي في اي حاجه فيها ميه. والله يا بنات المانجا دي ريحتها حلوه قوي، احسن من اللي هي الزبده الاسماعيلاوي صراحه، وفي الاكل كمان، يعني في الاكل جميله جدا، واكيد في العصير هتبقى احلى. كده نقشرها، دي برضو فيها لحم، بصي شايفه فيها لحم كتير قوي، طعمها حلو اكيد طبعا. يعني كده الله، طعمها حلو والله. ايه عايزه اقول لكم حاجه، وانا كده بقشر المانجا، انا جوزي فكهاني واكيد طبعا عارف انواع المانجا الحلوه من الوحشه، هي كلها حلوه وجميله، بس هي يعني ايه زي ما قال اذواق، كل واحد بيحب يخزن النوع اللي هو عايزه. بس هو يعني جايب كده 3 4 انواع كلك احلى من بعض، كفايه ريحتهم بس. فانت بقى زي ما انت حابه النوع اللي انت حابه تخزنيه اعمليه، فمالكيش دعوه بينا يعني، واعملي على قد امكانياتك، كيلو 2 10 على قد، كل واحد يعمل على قد امكانياته. والله يا جماعه بصوا كفايه الريحه بس، وما شاء الله شايله لحم، بصوا يعني ما شاء الله كفايه يعني. دي بصي بقى دي عندي منها في التلاجة، لما اخلص بقى ايه اروح اكلها كده، ما شاء الله عليها وعلى ريحتها. وبص من جوه المنجاه دي انا مش عارفه هو بقى ايه، يعني ايه، انا نسيت الاسماء اللي هو قالها، مش عارفه دي بقى ايه. شايفين يا بنات المنجاه من جوه شكلها ايه، اللي هي الخد الجميل دي، جميله جدا جدا في الاكل. تمام كده بقى كده ايه، نستغلها يعني كده، نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. ايه رأيكم بقى؟ كده انا خلصت تقشير المانجا، حطيت قشر المانجا كله في ميه، انا مش هرميه، اقول لك دلوقتي هنعمل بيه ايه. كده بقى هناخد المانجا الجامده كده هعملها مكعبات كده،
دي تنفع معنا بقى في اي حاجه، في الحلويات. دي بقى هنحطها في علبه عشان يعني ايه ما تتفعص في الثلاجه كده. انا لبست كيسه مع اني مش بعرف اشتغل بيها. الجامده معايا هعملها مكعبات كده، واللي هي مستويه هعملها شرايح. انا هجيب العلبه دي واحط فيها بقى المانجا كده عشان تفضل المكعبات زي ما هي كده. يعني احلى حاجه العلب دي، يعني المانجا مش بتتفعص، بس هي اللي ما عنديش مكان انا في الفريزر، فدي بقى احسن حاجه لحفظ المانجا المكعبات. وهنا بقى بنات معايا طبق فل، دي صراحه من احلى حاجه في تخزين المانجا كده. انا عملت المانجا شرايح كده، مش بتاخد مكان خالص في الفريزر وسط الشريحه كده. بقى نحط لها كيسه وتبقى صراحه دي يعني صراحه مش بتاخد مكان خالص زي العلبه او كيس. ما شاء الله يا بنات شايفين المانجا شايله لحمه قد ايه، ما شاء الله الواحده تيجي كيلو. نعملها شرايح كده ما شاء الله، نشوف الشريحه قد ايه. وكده بقى حبيبي الحلوين انا خلصت المانجا، انا حطيت في الطباق عملتها كلها شرايح كده. كده بقى انا هلبس الطبق ده كيسه ونطلع منه الهواء، وعملت كمان علبه زي دي كده المتاح عندك اعمليه، والعلبه دي عملتها مكعبات. وكده بقى يا بنات القشر اللي انا قشرت بيه المانجا انا ما رميتهوش، انا حطاه في ميه كده بقى ننزل بيه في الخلاط، هنعمل بيه احلى عصير مانجا مركز. احلى عصير مانجا هتشربيه من القشر ده، ننزل بقى بشويه ميه متلجه ونضربه ضربه. وكده بقى نصفي العصير بتاعنا، ايه رايكم؟ مانجا مانجا يعني مانجا من غير ما هنحط اي مانجا. وايه رايكم بقى يا حبايبي الحلوين في عصير المانجا؟ عملنا عصير مانجا مركز خام من غير ما نحط حته مانجا واحده، ايه رايكم؟ تعالوا بقى نشوف الكوبايات بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، احلى عصير مانجا ممكن تعمليه من غير مانجا. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده، وتفضلوا بقى اشربوا عصير مانجا. وكده حبايبي الحلوين انا خلصت، بسم الله ما شاء الله، ايه رايكم؟ عملت مكعبات في العلبه وعملت شرايح في العلبه، وحطيت في طبق الفل دي عشان انا ما عنديش مكان في الفريزر. الطبق ده هدخل فيه كيسه واطلع منه الهواء ونيجي قافلاه كويس. وعملنا عصير من غير ولا حته مانجا، عملنا احلى عصير بقشر المانجا ومركز وخام. كل يكون الفيديو عجبكم، وكل واحد يعمل على قده، وربنا يوسع الجميع يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.